والله ولدي خالد وقت اصابته وانا كان افكر فيه ومنتظره، الحمد لله شفته انتظاره وشفته، وان شاء الله لما يكبر ويكبر ويشوف هذا المقطع الفيديو ويشوف الاصابة حقي ان شاء الله يفخر فيها، والوطن غالي يستحق هذا الشيء. انا وزملائي متقابلين في الجبل في الحدود اكثر اوقاتنا سوا، والحمد لله العلاقة كويسة وما قصروا معي. اول سنة تخرجت منها وثاني سنة باشرت عملي، وبعدها قررت ان اتزوج، والحمد لله اخويا دعموني في العمل وما قصروا معي وتزوجت، واعطوني شهر حق الاجازة واخذتها، وبعدين رجعت الحمد لله باشرت عملي. نستشعر ان خلفنا مكة والمدينة ندافع عنها، والحوثيين الانجاز كانوا يحاولوا يرسلوا صواريخ لكن ابطالنا الدفاع الجوي ما قصروا والحمد لله تصدوا لها، واحنا واقفين لتدمير منصاتهم وآلياتهم.